زين عبد الله عملية تمرير منتظر خطيرة خطيرة جول 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 للعراق للعراق بلند 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 حسن بتحضير جيد وبتحضير ممتاز يفتتح التسجيل في الشباك الأردني الله راضي سليشل نظرة على الهدف هدف أول هدف أول لمنتخبنا العراق أسود الرافدين في مرمى النشامة بهدف أول لكن الله بلند 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 حسن لاعب جراف شاب الهولندي لكن الله شوف منتظر حضرها وشوف الاطماد والتسديد على الزاويه البعيده يا بروده اعصابك يا بلند 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 اكبر من عمرك يا ولد الله على الكره بلند والهدف الاول